الراديو 90-90 هواها مصري. النجم محمد هنيدي بواب العبارة على الراديو 90-90. جالكم جمعة اللي هيعدل حالكم المايل، وانا من كتر اللي بشوفه يا ابويا انا منكم عب وشايل. جالكم جمعة اللي هيعدل حالكم المايل، وانا من كتر اللي بشوفه يا ابويا انا منكم عب وشايل. كل اللي بيحصل طول اليوم عندي انا كاتبه، داني من الصبح لحد البدروم كله مراقبه. كله هيمشي جنب الحيطة ومني هيخشع، ماني مش جاي من ابو زحليطة لاجل مرجع. يعني بمختصر العبارة مش حتة بواب عمارة، انا جاي احكمها واشكمها واعمل فيها لنفسي وزارة. اصحى واسمع كلمتين اللي هيتقالوا. يا صباح الفل والهنا والسعادة على ست الكل وست العمارة كلها. بقولك يا جمعة، أنا روحي في مناخيري ومش فايقة لرغيك ده على الصبح. واضح كده يا ست شكرية إنك صاحية مبسوطة ورايقة ومزاجك زي الفل. بقولك روحي في مناخيري يا بني آدم، هيبقى مزاجي زي الفل إزاي؟ عادي يا ست الكل، ما يمكن بتغزي العين عن نفسك. أنا مثلا كان عندي خالة كل ما حد يسألها طب خايد قول لهم البوتاجاز بايز، في حين إنها ما عندهاش بوتاجاز أصلا. طب وده إيه علاقته بيا دلوقتي؟ ما عرفش والله، أنا قلت يعني أتفك معاك في الحديث يمكن نلاقي حل للموضوع ده. مش عايز أسمع كلمة من كلامك اللهبل ده. من سكات كده تاخد الشنط دي نزلها تحت. يا نهار أزرق، أنت هتطلع تصيفوا تاني؟ انتوا ما تعبتوش مصايف؟ حرام عليكم والله، دي قناديل البحر زهقت منيكم، ده انتوا حتى هتصيفوا في الشتاء. يا بني ادم يا بني ادم، احنا مش رايحين نتزفت نصيف. هم رايحين فين؟ مش رايحين في حتة، انا بس اللي رايحة عند ماما. ممكن تتهبب بقى تاخد الشنط تنزلها؟ واخدة شنط هدومك ورايحة عند مامتك؟ ايوه انا عرفت، فهمت، معلش اكيد انت طالعين تصيفوا مع العيلة. ايوه انا عرفكم. والله ما رايحين نصيف ولا نيلة، انا اللي رايحة اقعد عندها عشان متخانقة مع شكري جوزي. ارتحت كده ولا حابب بقى تتدخل حضرتك في تفاصيل حياتنا اكتر؟ لا 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 لا، الحقيقة يعني حابب اتدخل في تفاصيل حياتكم اكتر. يعني ايه؟ قصدي يعني ان ما ينفعش تسيب بيتك لاي سبب، لازم يا ست تفكري كويس وتاخدي رأي حد من برا الموضوع عشان يفيدك ويقول لك نصايحه. والحد بقى ده هو انت؟ ما تستقليش بيه يا ست شكرية. قولي لي بس، انت متجوزة الاستاذ شكري عن حب ولا تشابه اسماء؟ بقولك ايه، انا واخدة قراري، انا طلبت من شكري الطلاق خلاص. يا نهار ازرق، طلاق مرة واحدة؟ ده اكيد عينه وصبتك، والله عينه وصبتك. يا ترى مين اللي مركز معاكم ومع المصيف اللي بتطلعوه؟ مش حسد يا جمعة، مش حسد، لا، شكري عايز يجردني من حقيقتي وهويتي ويلغي كينونتي. يعني بيطفي سجاير في قفا حضرتك وانت نايمة يعني؟ لا يا جمعة، انت برضو مش فاهمني، انا عايزة ابقى strong independent woman. وانت بتفهم في الادوية عشان تفتح صيدلية؟ يا ابني صيدلية ايه، انا عايزة ابقى امرأة قوية ومستقلة، وشكري واقف في طريق استقلالي. هو محتلك؟ ده متجوزك عادي يعني. مستقلة يعني ما حدش يسيطر على حريتي وافعالي ويقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه والبس ايه وما البس ايه واخرج امتى وما اخرجش امتى. عايزة اعتمد على نفسي وابقى شخصية قوية واصور على المجتمع الذكوري المتعفن. ايه العبط يا ستاني بالبقوليه ده؟ عبط؟ ايوه عبط، يعني تعيش لوحدك وتستقل بكينونتك؟ ايه كلام الماسخ اللي بتقوليه ده يا ست هانم؟ ربنا خلقنا علشان نكمل بعض، مش عشان نعيش لوحدينا. وهو انت يعني لوحدك لمؤاخذه كنت هتعرف تجيبي شقه زي دي ولا تركب عربيه زي اللي انت ركباها دي؟ غير يعني ان الراجل سايبك تشتغلي عادي، مش بيعذبك يعني؟ ايوه بس ما بسش، ما تتبطريش عن نعمه يا ستانم، ربنا يكفيك الشر، ربنا رزقك برادي الجدع وابن حلال واي واحده تتمناه. تسيبيه وتستقلي ولا نقعد نحل مشاكلنا؟ صح ولا لا؟ فاكرة خالتي اللي كنت بحكي لك عليها من شوي؟ اللي ما عندهاش بوتاجاز؟ ايوه هي، كانت دايما تقول ان الشجرة اللي تضلل عليك ما تسعاش على قطعها. بواب العبارة مع النجم محمد هنيدي على الراديو 90-90.